بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عايزين نتعامل مع الحاجات الكنترولز الخاصة بالتواريخ. الكنترولز الخاصة بالتواريخ ناخد فيها جولة على السريع. أنا كان عندي نقط الأكتيفيتي الجديدة فاضية، فهدور هنا في الأي في العناصر الموجودة عندي. في عندي حاجات تخص التعامل مع الديتس كتيرة، في منها حاجات ديبريكيتد أو ديبريشيتد، يعني حاجات بدأت تتلغي شوية، وفي حاجات ما زالت موجودة. يعني مثلا أنالوج كلوك والديجيتال كلوك دول هتلاقيهم مثلا ايه محترم شرطه كده، يعني بداوا الاندرويد يحاول يستغنى عنهم حبه حبه، لكن هم لسه موجودين لسه شغالين. يعني هديهم لك بس على السريع، وهنخش في الايه في الحاجات اللي موجوده وشغاله بشكل فعلي حاليا. فانا عملت لها الكلوك، عملت لها برده اللي اوت الويتس والهايت بتاعها، مفيش مشكله، اديته الويتس يبقى ماتش بيرنت، والثانيه والراب كونتنتد هايت يعني، والاي دي سميته انا الكلوك خلاص. وعلى طول كده هو جاي عامل مين الديجيتال، ايه الديجيتال كلاك اللي بعديه، هديله الويتس بتاعه يكون برضو ماتش بيرنت، وعلى قد الكونتنت ده الديجيتال كلاك. نديله الاي دي ونديله اي دي، نديله اسم وليكن هنسميه ديجيتال كلاك، ماشي. هيدي هنطلع لي الساعه الديجيتال والساعه الانالوج، بس هيعرض لك الساعه الديجيتال والساعه الانالوج. يعني ممكن نشوف شكلهم، يعني ممكن نروح نشوف ايه، شوف شكل الاثنين دول هيبقى عامل ازاي. هيعمل ريران، افتح من اوبن، ادي زي ما احنا شايفين، ادي الايه الانالوج وادي الديجيتال، ادي شكلهم بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دول تو كنترولز بتوع الديتس معروفين يعني. طيب، في ايه تاني للديتس؟ في حاجه مهمه جدا اسمها الديب بيكر. ديب بيكر دايما دي مهمه، لما تكون انت بتقول له اختار تاريخ ميلادك، اختار تاريخ مش عارف ايه، فدي ديب بيكر ده مهم جدا. زي انبوت تكست، بس فكرته ان هو بيبيكر بيختار تاريخ. فاديته الويتس والهايت بتاعه والاي دي سميته ديب بيكر وقفلته، تمام؟ ده الديب بيكر، اخد منه كابي بيست كده، عشان في حاجه ثانيه مهمه جدا لما اكون بقول له اختار المواعيد مثلا. ففي حاجه ثانيه، في كنترول ثاني اسمه تايم بيكر. يبقى في عندي كده الديب بيكر والتايم بيكر. وادي له اي دي مثلا وليكن تايم بيكر، وتعالى نعمل ري ران نتفرج. دول طبعا دول جداد وشغالين عليه جدا، الديت بيكر والتايم بيكر، ودول اساسي احنا بنستخدمهم قوي بشكل يعني دائم. فهروح على الاكتيفيتي بتاعتي، وادي زي ما احنا شايفين، ادي ده الديت بيكر اهو مفتوح، جايب لي السنه والاسبوع والشهر واليوم، وبقدر اعمل فول كالندر زي ما احنا شايفين موجود. طبعا في عندك ايكون صغيره كده، لو دوست عليها بتلم لك الايه القصه بتاعت التايم، تقدر ايه تدخل يدوي، يعني تدخل التايم بشكل ايه، بشكل انك تكتب ده موجود. فتقول مثلا 3/36 موجود بقى اي ام ولا بي ام، ده في السيت تايم خلاص. لو دوست على الايكون الثانيه بقت ساعه، اقدر اختار بالشكل الانالوج، يعني بحيث ان انا اغير الوقت، اختار الوقت اللي انا عايزه بشكل الساعه، ادوس على الاور واغير، ادوس على الديت واغير خلاص، ادوس على اي ام او بي ام يقلب لي، او ارجع بالشكل اللي احنا شفناه من شويه دوت، ان انا ادخل ايه يدوي كده تحتيها الايه الديت بيكر خلاص، او تحتيها دي واحده بيكر وواحده التايم بيكر. دول كان شكل الايه الاثنين دول. طيب، انا بس عشان مش ظاهرين ومختفيين تحت، فانا هعمل بس سكرول عشان اقدر سكرول كده واشوف باقي الحاجات اللي تحت، فعملت سكرول فيو، تمام؟ فاهمين نقصد ايه؟ يعني بتاع الكالندر كبيره فنزل تحت فمش شايفها، فعملت سكرول فيو، واقفل سكرول فيو تحت، واعمل ري ران علشان اقدر ايه اشوف الايتمز بس، واسويتش تحت كده زي ما انا عايز. فاعمل اوبن، ايه ده عمل كراش، ايه اللي حصل؟ نشوف كده على طول في الران، اروح كده عينيا اللي بتيجي على الازرق على طول، سكند اكتيفيتي في السطر 12، ايه اللي مزعله؟ في السكرول فيو، في السكرول فيو كان هوست اونلي دايركت تشايلد واحد بس، احنا حاطين كذا حاجه جواه، هو المفروض ان حاطينه في، المفروض يبقى في الرئيسي، يعني يبقى تحت مثلا جواه اللينير، فاهمني ازاي؟ اللينير لي اوت تبقى جواه وخلصت، تمام؟ يبقى هي اللينير لي اوت، يبقى السكرول على اللينير لي اوت كلها، انا هو عايز واحد بس، احنا حطيناه جوه اللينير فبقى جوه كله يعني، فده غلط يعني، فانا هختار السكرول ومطلعه بره الايه؟ بره اللينير، يبقى فيه تشايلد واحد بس جوه الايه؟ السكرول فيو، فيبقى عارف اللينير دي بقى ينطها ويشتغل عليها زي ما هو عايز. وعملت لي رقم، افتح من اوبن،
وكده اهو ادي السكور بقى موجود عند ايوه هو ده الفرق اللي انا كنت عايز اوضحه هنا اهو ده بتاع التايم خلاص واللي فوق ده بتاع مين بتاع الديت دول الشكلين اللي موجودين عندي في التايم بيكر بختار بقى التاريخ اتنقل بالاسهم انا عايز اتنقل في الاشهر والى اخره ونشوف ازاي بقى نقدر نتعامل معاهم برمجيا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.